بس حاجة يا شيخ. زي ما انتوا عارفين شيخ الأزهر توفى امبارح. خيار الشيخ الجديد قضية الأمن الوطني بالدرجة الأولى. الرئاسة عايزة البلاوي. خلوهم يختاروه. أنا اتكشفت. بس أنت خليني أخلعه. شوف لي ملاك جديد ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. آدم هو نموذج للطالب المثالي. عندك شرايب هنا في مصر؟ لا. محتاجين تساعدنا. إحنا بنعتقد إن الأخوان اخترقوا الأزهر. صلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي أشكالهم، أعرف أسمائهم. آدم، إيه العكة اللي حطيت نفسك فيها دي؟ اشتغل لحساب مين؟ عندي شوية معلومات تهم فضلك. سمعة الأزهر كله هتتمرمغ في التراب. تعرف إيه حكم المرتد؟ الإعدام.